بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مقرر ميكانيكا المواقع 2، الشابتر الرابع دراج اند ليفت، المحاضرة الأخيرة في هذا الشابتر. كنت قد تحدثت المرة الماضية على إعطائكم كيرف تسمح لي بحساب دراج كوفيشن اند ليج كوفيشن لما نغير انجل اوف اتاك. فهنا في الرسمة هذه او في الكيرف هذا عندي شيئين، عندي كيرف باللون الأحمر وهو ما يعطيني الدراج كوفيشن، وعندي رسمة أو كيرف باللون الأزرق وهو ما يعطيني ليفت كوفيشن. فمثلا لو نأخذ زاوية 5 درجات، فإذا إيش نقول؟ لو نبغى نحسب هنا اللون الأحمر اللي قلنا يعطيني الدراج كوفيشن تقريبا، ولو نبغى نحسب ليفت كوفيشن نكمل نمشي لفوق ثم نميل كده. طيب في حالة إقلاع الطائرة نبغى إنه left force تكون أكبر شيء، وأيضا drag force تكون ضعيفة بعض الشيء. فهنا لما ربان الطائرة أو كابتن الطائرة يبغى أعطائنا left coefficient أو left force أكبر شيء، فيلزمه إيش؟ يروح للنقطة هذه اللي تقريبا تعادل لي 17 أو 18 درجة. لكن هنا أيضا لاحظ عندي 17 أو 18 درجة، عندي drag coefficient كبير بعض الشيء. فهنا بالنسبة لكابتن الطائرة يلزم في موازنة، لأن الطائرة لسه في حالة إقلاع، يعني لسه انطلقت الطائرة على المدرس، فيلزم أن تكون دراج كوفيشن ضعيفة بعض الشيء عشان تقدر الطائرة تزيد سرعتها في مكان ضيق أو في مسافة قصيرة، وأيضا ليفت كوفيشن اللي تسمح لي بإقلاع الطائرة. فهنا كابتن الطائرة يسوي توازن، إيش؟ يأخذ أنجل في المجال هذا تسمح له أنه left coefficient عشان تغلب أو تصبح أقوى من weight حقة الطائرة، و drag coefficient ضعيفة عشان تسمح لها بالسرعة وزيادة سرعتها على المدرج. زي ما قلنا هنا، لما يبغى كابتن الطائرة إنزال الطائرة إيش يلزم يسوي؟ يلزم أنه left force تكون أقل من weight، يعني إيش؟ جناح الطائرة يغير له مساره عشان الليفت كوفيشن وبالتالي الليفت فورس تصبح أقل من الويت، فثقل الطائرة أو كتلتها تسمح لها بالنزول. هذا بالطبع ما يقدر يسويه فجأة، لكن يسويه رويدا رويدا عشان يقدر أنه ينزل الطائرة بضع أمتار في الثانية. آخر شيء، الرسمتين اللي راح نشوفهم في السلايد هذا والسلايد اللي بعد هما ما شرحناهم في الحصة الماضية، وأود زيادة شرحهم لأهمية الموضوع. فهنا نلاحظ أنه باللون الأحمر عندي إيش؟ عندي High Pressure، باللون الأزرق عندي إيش؟ Low Pressure. الحالة هذه يتولد عليها إيش؟ قوة ليفت كبيرة بعض الشيء، وفي الحالة هذه يتولد إيش؟ يتولد إقلاع الطائرة أو الأجنحة تسمح للطائرة بالإقلاع. في الرسمة اللي بعد وهي نفس الشيء، نلاحظ هنا انه الهواء لما يجي من الناحية هذه، وهنا عندي angle of attack اكبر من 0 درجة، high pressure من تحت، low pressure من فوق، تصبح عندي lift force مهمة بعض الشيء، تسمح لي بايش؟ انه الطائرة تقلع الى فوق وتسمح لي بالطائرة بالطيران. فاذا اراد الربان او كابتن الطائرة انه الطائرة تبقى في نفس المستوى، فما عليه انه ايش؟ انه lift force تساوي الويت، وبالطبع الثرست زي ما شفناها دائما أكبر من الدراج عشان الطائرة تطير إلى الأمام بسرعة معينة. يبغى إنه ينزل الطائرة إيش يسوي؟ عنده الويت تصبح أكبر من الليفت، وكده الطائرة تبدأ بالنزول. قلت هنا بالطبع في موازنة بين جميع القوى عشان يبغى ينزل بمسافة معينة. لو تحدثنا أيضا عن هذا الأمر في الطائرات العسكرية اللي تكون سرعتها كبيرة ويزمها تغير مسارها فجأة، فإنه الربان يقدر إنه left and drag force يتحكم فيهم بسرعة أسرع، بما إنه يتطلب هنا سرعة الحركة والتنقل المفاجئ. هنا نكون قد خلصت الشابتر هذا drag and lift. إن شاء الله ما يكون عندكم أسئلة، ولو كان في أسئلة مرحب بكم في أي وقت. فقط هنا أود الإشارة إلى آخر نقطة، إلى أهمية left and drag force اللي كابتن الطائرة
يتحكم فيها، إذا بغى إنه يطلع فإنه يكبر left force، إذا بغى إنه ينزل فإنه ينقص left force مقارنة بالweight، والدراج فورس أيضا يحاول ينقص فيها لو بغى يزيد سرعة الطائرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.